في بلدة عماقين التابعة لمديرية الروضة بمحافظة شبوة، ولد الشاعر الكبير إسلام بن علي باسعيد في العام 1941، وهو واحد من كبار الشعر الغنائي ومن الشعراء القلائل الذين ارتبطت إبداعاتهم بعمالقة الفن على مستوى اليمن والجزيرة العربية منذ ستينات القرن المنصرم. من أسرة تهوى الشعر والأدب ينحدر الشاعر إسلام بن علي، وفي مدينة جدة بالسعودية عاش معظم حياته، وهناك شكل ثنائيا إبداعيا مع العديد من الفنانين من اليمن والخليج، وعمل أيضا في عدد من الأندية الأدبية والمؤسسات الفنية في السعودية، وكانت في سلم الضائرة بداية مشواره الفني مع الفنان السعودي الراحل طلال مداح. في سلم الضائرة بكيت غصبا بكيت. في كل مطارات المملكة يعني كانوا يشغلون هذه الأغنية في سلم الطائرة قبل إقلاع الطائرة. هكذا استطاع إسلام بن علي تجسيد معاناة القربة التي مكث فيها نحو 50 عاما، لكنها لم تنسه موطنه الأصلي ومرتع صباه، فكانت لكل مفردة من كلمات حكاية تجلى فيها صدق تجربته وقدرته على التعبير عن حنينه بكلمات ما يزال يتردد صداها إلى اليوم. أنا صابر على نارين، أنا صابر على نارين، جم الخر بالمشوار. على المستوى الاجتماعي هكذا كان الشاعر إسلام بن علي يشارك الناس من حوله في كل المناسبات، ولهذا حظيت شخصيته باحترام الجميع، كما كان منزله أيضا ومازال مزارا ومنتدى لكل محبي إنتاجه الأدبي وتجربته الفريد. شخصية اجتماعية هادئة وطيبة جدا وخلوقة ومحب للخير. هذه المسيرة الفنية الحافلة للشاعر إسلام بن علي لم تشفع عليه في الحصول على حقه من الاهتمام والتكريم في كلا البلدين اليمن والسعودية. يعود السبب إلى ضعف الإعلام اليمني، لو كان إعلام يمني يعني يهتم بحقوق الشاعر والملحن والفنان لما سلبت كثير من الأغاني. والدي هو ضحية مثل غيره. فأسرة اليوم وحدها هي من تتولى الدفاع عن حقوقه الفكرية والرد على بعض من يصادرون أعماله أو يحاولون تحويرها. ولم يعد يذكر إسلام بن علي سوى بهذا المبنى الذي بات يحمل اسمه بعد وفاته في 17 من نوفمبر في العام 2012، وديوانه الوحيد دموع المهاجر، لكن ثمت أعمال أخرى في انتظار من يتكفل بجمعها. بعد حياة حافلة بالعطاء الإبداعي والفني قادر الشاعر الكبير إسلام بن علي ولم يترك لمحبيه سوى دموع المهاجر. إبراهيم حيدرة، قناة بلقيس، كريت عماقين شبوه.